انت اللي تقيم نفسك. اه وبعدين نسيب اولادنا يختاروا، يختاروا نسيب اولادنا يفشلوا. الفشل صح. ما هوش نهاية الكون، الفشل او النجاح طول يعني هو مش نهاية الكون. يعني مثلا انا لو فضلت انا بزقه انا مش هعيش له العمر كله. اطلع انا من الدايرة بتاعته شوية وابقى اوكي برشده وبقول له وبعرفه انا موفر لك مدرسين، انا بدفع لك فلوس الدروس، تمام اوكي انا بعملك كل حاجة المفترض علي انا او على والدك، واحنا الاثنين بنتكاتف لدول، ولكن ما اعملش عليه ضغوط نفسيه اخليه يكره التعليم ويكره السنه الدراسيه. ولما يطلع منها يعني انا اعرف اولاد كتيره طبعا نسال الله العافيه انتحروا وحصل معهم حاجات كتيره صحيح. من الضغط والخوف والرهبه ان هو ما يجيبش الكليه اللي باباه او مامته او الناس شايفين هو المفترض يكون فيها، يعتبر ان موضوع الكليه والنسبه ده يعني حياته ليه يعني اي كليه صحيح. ممكن يجتهد فيها، اي مدرسه، اي ثانوي تجاري صناعي تمريض اي حاجه ممكن يجتهد فيه ونروح كليات كويسه. مش شرط ان انا ابقى داخله طب او هندسه او يعني السياسيه او غيره، لا انا ممكن ادخل كليه عاديه جدا وبعد كده اجتهد وابقى دكتوره برضو من خلال الكليه دي. في حاجه اسمها دراسات عليا، في حاجه اسمها ماجستير، في حاجه يعني صحيح. الامر بقى ابسط، التعليم هو يبدع في المجال اللي طبعا حتى طبعا لو يعني حتى لو هو بيرسم وحابب الرسم سيبيه يرسم، سيبيه يعيش الهوايه اللي بيحبها. يعني انما ان انا اقعد احجر على ابني او بنتي علشان احقق حلمي انا ده ظلم لاولادي. تقعد معاه يعني تكون زي تتكلم معاه صاحبته تتكلم معاه وتقول له بص دلوقتي احنا انا مش عايزه منك حاجه. انت عايز تخش كليه ايه؟ هيقول لها انا عايز اخش كليه كذا. تقول له طب اتفضل يا حبيبي كليه كذا دي من الدرجه كذا. طب تمام اوكي، طيب احنا هنعمل ايه؟ هتبدا تذاكر على قد المستوى ده، انا مش عايزه منك غير ساعتين في اليوم مذاكره بس. وعلى ما اعتقد ان لو هو ادبي او علمي ونظم وقته مثلا ساعتين صبح ساعه صبح وساعه بالليل للمذاكره هيبقى حلو جدا. مع طبعا نظام الدروس المميت اللي احنا بنعمله لاولادنا فهيبقى كويس جدا. يعني بالتوفيق. عندنا سؤال تاني، يا ريت تتكلموا على العنف بين الطلبه. هو العنف بين الطلبة يعني برضو في سن المراهقة طبعاً بيكون نتيجة زي ما قلنا من المجتمع والضغط الناس اللي بيحصل كمان وكمان في المدرسة. يعني دايما احنا عندنا مدرسينا يعني طبعا مش كلهم بس في الأغلبية محتاجين تربية صحيح. تربية ايه؟ مش قصدي تربية يعني يتربوا، لا تربية خاصة. محتاجين ياخدوا تربوي تعامل مع الاولاد صحيح. لان هما بيتعاملوا مع الاولاد ان هما ضدين، لا اكون او لا اكون، فده بيوصل الولد ان هو بيكره المدرسة بيكره المدرس خلاص. كان زمان المدرس بالنسبة لي هو اخويا الكبير اللي انا لو في عندي اي مشكلة في المدرسة بروح له صحيح. حاليا لا، وكان يعني هو القدوة حاليا الضغوط الاقتصادية اللي برا على المعلم لقلة الراتب وطبعا ما عادش في دروس خصوصية بالكم اللي كان زمان الفترة اللي فاتت وبقت اصبحت كلها مجاميع، أثرت على الحالة الاقتصادية فأثرت على النفسية كالمدرس، فبقى يروح يعني كاره المدرسة كاره المهنة. فلو هو كاره المهنة وصل لمرحلة ان هو كاره الأولاد، وطبعا الأولاد كده وكده أصلا محملين بان هم داخلين رايحين صحيين بدري جاي طبعا بضغط من البيت ان هو قايم من النوم مزاجه مش كويس مش عارف ايه، فوصل لمرحلة ان هو داخل أصلا المدرسة قرفان، فهما الاثنين قرفانين من بعض، مفيش حد تاني مدي بعض ايه هدوء كده وان احنا نتقبل بعضينا وان دوت انا بدي لك علم فانت لابد انك تحترمني علشان انا بدي لك علم. لا انا ما بديكش علم، هو انا جاي عندي درس بحطه على السبوره وتفضل. فاحنا طبعا يعني المرحله خطر جدا. هو عايز يخرج على طول وبصراحة ما أثر في الصلاة، هو كويس بس الفسح على طول، هو مش بتاع أفلام ولا بيقلد حد من الفنانين الحمد لله. طيب هو أولا الصلاة أنا مش عارفة مرحلة عمرية إيه أي إن كان المرحلة اللي هو بتاع ثالثة ثانوي. طيب أولا الصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لابد إن احنا نصطبر. عنده 20 سنة، عنده 19، عنده 18، عنده 3 4 سنين، يعني نبقى عندنا صبر لان الصلاه ده هي غير ان هي تعود من الام والاب،
غير ان انا لابد ان انا العين بتقلد. يعني انا مثلا عندي ولد صغير وتلاقيه كده مثلا بابا او مامته بيصلوا, تلاقيه كده بديهي كده من نفسه قام وبيقلد الطريقه ومش عارف حركات كده بيعملها وبس. تعالي بقى لحد كبير عنده وعي وعنده ادراك, انا شايف بابايا نايم جوه ومامتي مشغوله في المطبخ او في الشغل, هل انا ابني هيطلع يصلي؟ لا, الا نادرا بقى, الا ان كان هو فيه الوازع الديني من جده من جد من خال من